إذن مشاهدينا الكرام، بشأن نفط كردستان العراق والمساومات السياسية والخلاف على واردات النفط بين بغداد وأربيل، معنا عبر سكايب من برلين باحث في مجال الطاقة دريد عبد الله. مرحبا بكم مساء دريد معنا. أهلا مرحبا. إذن خلافات بين بغداد وأربيل على واردات النفط، هل الإنتاج أستاذ دريد يعني من حقول كردستان العراق يستحق كل هذا التصعيد والأزمة بين الطرفين؟ نعم، إقليم كردستان لديه حوالي حقلين، هو بايكال وكذلك بعشيقة. هذه الحقلين ما تزيد إنتاجيتهم بأعلى مستوى من سنة 2020 إلى سنة 2022 عن 3 إلى 3.5% من كافة إنتاج العراق الكلي. هذا معظم هذا الإنتاج يتم نقله من خلال أنبوب العراق التركي لأجل الشركات التي تنتج هذا أو التي تدير هاتين الحقلين الأجنبية، وبالتالي نسبة إقليم كردستان من هذا ما تتعدى أكثر من 20% إلى 30% من الإنتاج الكلي للحقلين. أما حقول كركوك فهي ضعيفة، إقليم كردستان لا يسيطر عليها ولا على موارده. كل الأنبوب العراقي التركي في كل بكل إنتاجه ما يوصل إلى حوالي 8% من كل إنتاج العراق وإنتاج العراق النفطي في كل بأعلى مستوى إلى في كل سنوات وخصوصا بعد 2020. يعني هناك نية على ما يبدو لتشييد أنبوب غاز من كردستان للعراق إلى تركيا، يمر عبر تركيا إلى أوروبا. هل برأيك يعني النفقات، هل ستستطيع واردات الغاز ستغطي كل تكاليف نفقات هذا المشروع الضخم؟ يعني نعم، لدى كردستان اليوم كذلك حقلي غاز، وهذه الحقلين تعتبران حقلين صغيرين. هذه الحقلين يتم مد أنبوب ب 24 إنج من كل حقل إلى محطات الغاز القريبة منها في أربيل وفي السليمانية. هذه المشكلة هنا هو أنه ببساطة أنه إنتاج كردستان لا يسد أكثر من 50% من حاجتها الفعلية. الحاجة الفعلية هي لكردستان من الغاز هو حوالي 8 مليار متر مكعب سنويا، بينما اليوم بأعلى معدل لكلا الحقلين حقلي الغاز ما يزيد الإنتاج عن 4 إلى 4.5 مليار متر مكعب. اليوم في تركيا هناك أنبوبين ضخمين للغاز، الأول أذري والثاني روسي. الاثنان يمثلان يعني يزودان تركيا وبقية أوروبا من خلاله بحوالي 52 مليار متر مكعب سنويا، مقارنة ب 4.5 مليار متر مكعب الإنتاج الحالي. الفرق شاسع جدا. الغاز وحقول الغاز في كردستان اللي لا اليوم ولا بكرة من الممكن ولا مصمم إلها أنه يتم من خلالها التصدير للخارج، لأنه التصدير للخارج يحتاج تصاميم وأنابيب وقدرات إنتاج للحقول عالية جدا، لازم تصل إلى حوالي 4 أضعاف الإنتاج الحالي اللي موجود، وهذا شيء مو صحيح، لأنه الإنتاج الحالي فقط مثل ما قلت يعني يسد حوالي 50% من الحاجة الفعلية للكردستان. نعم. يعني كما تفضلت هذا لا يتوافر حاليا في حقول كردستان العراق، لذلك هذا ولا بالمستقبل فاشل. القريب ولا البعيد. نعم. طيب يعني ننتقل إلى وصف صحيفة The National، يعني إلى أي مدى ترى أن ثروات العراق عموما المعروضة على طاولة المفاوضات يعني رهنت وفق المزايدات والابتزاز السياسي؟ هكذا وصف الصحيفة The National. هذا هو صحيح، لأنه اليوم أصبحت المعارك السياسية تدار من خلال الإعلام، والإعلام وخصوصا في مجال الغاز والنفط. فترى أنه السياسيين الأكراد يتراشقون سياسيا فيما بينهم من خلال تعلية أو زيادة كل واحد منهم
عن الثاني في الأجهزة، أو آسف في حقول النفط والغاز اللي يملكها هذا، أو في سيطرة هذا السياسي، ومضاعفة إنتاجه، وكذلك الإنتاج المستقبلي المفترض له، وهي اللي هي معظمها يعني جدا متفائل لدرجة يمكن نقول عليها غير صحيحة. طيب نأتي قانونيا، يعني المحكمة الاتحادية اليوم عدت قانون النفط والغاز كما تعلم، الذي وافق عليه برلمان كردستان، عدت ذلك غير شرعي قانونيا. طيب أين كانت هذه المحكمة الاتحادية حين وافق نور المالكي على تمرير هذا القانون وفق تخادمات سياسية حينها؟ نعم، الحكومة المركزية اليوم من خلال حكومة الكاظمي، حكومة العراق المركزية اليوم بدها تصحح أخطاء الحكومات إلى حد 2014 أو إلى 2015 بالضبط. هذه الأخطاء أدت إلى عدم مركزية إنتاج النفط والغاز، وكذلك بعثرت موارده بين الإقليم وبين الحكومة المركزية. هذا أدى بالتالي إلى خسارة العراق أكثر من 10 مليار دولار بسبب هذا الموضوع. العراق مثل ما قلت هو دا يصحح اليوم الحكومة من خلال رفع أكثر من حالة قضائية ضد تركيا والمشغلين العالميين في محكمة الاي سي اي في باريس لغرض ارجاع حقوق الحكومة المركزية وبالتالي العراق للعراق. إذن شكرا جزيلا لك من برلين الباحث في مجال الطاقة سيد دريد عبد الله، شكرا لك.